تحية من القلب إلى قلوبكم، ولا أدري بعد أن تكلم الدكتور علي عجمي الشاعر مرهف الحس والدبلوماسي الناجح وقال ما قال وتذكر ديوجينوس الذي أضاء بمصباحه الطريق وسأل أقول الحبيب كامل بلا أستاذ، لأنه هو أستاذ شئت أم أبيت. وأنا أضيف إلى تساؤل الصديق علي عجمي، وأين منك أكاديموس وإفلاطون والبستان الذي يقتطفون منه ثمر المعرفة؟ أيها الصديقات، أيها الأصدقاء، إن وقفتي هذه تقتضيني أن أقول كلامي هو كلام على كلام، قولي هو قول على قول. وهنا مشقة موقفي هذا. أقلام مهجرية، محاولة للوصول إلى الجلجلة. إذا امتدحت الشجرة فيقينا أنني أمتدح الثمرة. الشجرة أيها الأصدقاء شجرة عربية نمت وترعرعت في القرن الأول الهجري. وأينعت في القرن الثاني الهجري. وأعطت أكلها في القرن الثالث الهجري. يعني لنتذكر الجاحظ العظيم المتوفى 256 هجرية، كيف انتقى، يعني لكل منهجه، كيف انتقى الجاحظ أعلامه. ومن قبل ثمت المفضليات، جمع فيها المفضل الضبي الكوفي، جمع فيها باقة من الأعلام، ثم جاء الأصمعي بالأصمعيات، والأصمعي توفي 216 هجرية، واستمر العطاء. استمرت هذه الشجرة صدقوني حتى بعد سقوط بغداد سنة 656 هجرية، على السطح تكاد الحياة قد توقفت
ولكن شجرة المعرفة لم تتوقف ويستمر العطاء، يستمر العطاء في انتقاء الأعلام عملية منهجية. وأنا أقرأ كتاب الأستاذ كامل كنت أسأل نفسي ما هو المنهج، وهذه يعني هذا مأزقنا نحن الأكاديميين، كنت أبحث عن المنهج كمن يبحث عن الشامة في جمل الأسود، أبحث عن الخطة، أريد أن أشاكس هذا الرجل وقد أمضى 4 سنوات في لملمة جهد ما كان له أن يتلملم لولا الصبر والدأب وأيضا الجذور. كما تحدثنا عن الشجرة العربية التي أينعت في القرون الأول والثاني والثالث ثم استمر العطاء لم يتوقف حتى بعد سقوط بغداد. الجذور أيها السادة هي التي تحدد سمخة الشجرة، والشجرة تحدد نوع أو نمط الثمر. الصديق كامل بزي أيضا ثمر من شجر، كان أخواه الكبيران يحبذان له العالم المدهش والمؤلم معا، الإبداع، ابتسامة حزينة أو دمعة فرحة. أقلام مهجرية، ما المنهج الذي اتبعه الأستاذ كامل؟ هل شاكس رولان بارت حين دعا إلى إلغاء المؤلف؟ وتكريس الجهد على النص؟ لا، الأستاذ كامل يحترم رولان بارت لكن له منهجه. الشيء الذي ربما فات كثيرا من الموسوعيين أن صديقنا كامل كان يعطي ترجمة للعلم ثم يجد في نفسه حرارة النقص. لا يكفي أن أقول عن فلانة شاعرة، لا يكفي أن أضع بين أعين القراء معلومات عن صحفي عن قاص، وإنما سلك مسلكا صعبا، كان يقارب يختار نصوصا، والاختيار في عرف العرب كما جاء في كتاب
الصناعتين الاختيار قطعة من عقل الرجل. أرني اختيارات أريك منزلتك. فكيف اختار هذا الرجل الصبور؟ اختار هذه الأسماء. كيف له أن يقدم أو يؤخر ما كان له من منجات سوى أسلوب مكتبة الكونغرس الأمريكي في أن يأخذ الأعلام على ألف باء تاء ثاء إلى آخره، لكي لا يقول أنا قدمت هذا على ذاك، لأن التقديم والتأخير إن لم يكن منهجيا فهو موقف نقدي من العلم ومن عطائه. ولذلك أقرب الناس إلى نفسه كان في حرف الياء، فوضعه في الأخير. الأستاذ العزيز الصديق العزيز الدكتور علي عجمي تحدث عن أقلام مهجرية كما أتحدث أنا بمحبة لا تقاوم،